في ظل حرب تعصف بالبلاد منذ سنوات، تعيش المرأة اليمنية اليوم وسط ظروف قاسية أجبرتها في أحيان عدة على مزاحمة الرجال في ميادين العمل للحفاظ على قوتها وقوت عيالها. تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن انعكس سلبا على المرأة لتكون هي المعيلة للعائلة بعد وفاة أو اختفاء رب الأسرة. أصبحت تحمل العبء الأكبر على عاتقها، تحمل المسؤولية الكبيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن. الآن أصبحت المرأة مضطرة كثيرا للخروج للعمل بسبب النزوح وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي. أصبحت معظم النساء أصبحت أرامل وأصبحت مطلقات وتربي أيتام. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن تفاقم المأساة الإنسانية وارتفاع وتيرة الضغوط النفسية تسببت في نشوب خلافات عائلية أدى كثير منها إلى تفكك أسر وانهيار آمال وطموحات وذكريات. مما لا شك أنه إن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية على الزوج والزوجة، فتنشئ خلافات عديدة سواء بسبب قلة الدخل، سواء بسبب جميع المشاكل والخلافات الحاصلة. ظروف الحرب لم تقتصر آثارها السلبية على المرأة فقط، بل وعلى أطفالها أيضا، حيث أن تفشي ظاهرة الفقر أدى إلى وفاة الكثير من الأطفال والنساء وسط عجز عربي وتنديد عالمي لم يرقب في ذلك إنسانية ولا مرحمة. المرأة في الوضع الراهن بسبب الوضع الذي تعانيه بلادنا وبسبب الفقر والمجاعة أدى إلى تواجد عدد كبير من الوفيات، سواء كان للأمهات أو للأطفال، وذلك بسبب سوء التغذية. وإلى أن تنتهي قائمة المصالح والمطامع التي تسببت في نشوب الحرب باليمن على حساب الشعب عامة والمرأة خاصة، ستبقى عين المرأة اليمنية ترقب حالا أفضل يهابها وعائلتها حياة كريمة.